مساء الخير على جميع الفيديو دي النهاردة من قناة اروح فين منين. التومي مابس معاكم احمد التومي. نكمل يا جماعة السلسلة من نفس النقطة اللي وقفنا فيها في الجزء اللي فات. احنا في الجزء اللي فات وقفنا عند نفس النقطة دي يا جماعة في شارع مسجد سليبش، وخارجين ايه؟ خارجين في اتجاه ايه؟ في اتجاه الكورنيش. ابو يونس اهو فاتح على ايدينا اليمين، وده شارع البكباش الاسوي. هنقطع على عيسوي طوالي عشان نطلع على كورنيش. نقطع كمان خالد وليد اهو برضو عشان نطلع ايه؟ نطلع على الكورنيش. سي اي بي على يمنا، اي بانك، بوريفاش كافيه. بنزينة موبيل فيها 92 و95 فقط لا غير. العزيزية كافيه على اليمين اهي، بعد كده وي. بعد كده جلاتي عزة، وبعديه شارع خليل حمادة اللي هو اللي جاي، بس هو خارج وليس داخل. مصر البترول 92 و95 و80، ما فيهاش سولار ولا غاز. وادي جداتي لبنان، ده الفرع الرئيسي. بير مسعود اللي على ايدينا الشمال دي المنطقة بتاعت ايه؟ ميامي بير مسعود. أبو
ادي في كافيه العطان بلبن دمشق بتاع سندوتشات سوري، ده اللي كان زمان ابو هاشم، اللي هو دمشق ده كان زمان ابو هاشم، وكانت الحته هنا مشهوره ايه بابو هاشم. نخش من هنا على ايه؟ على شارع اسكندر ابراهيم، على اوله فودافون. في عصير مكة على ايدينا اليمين، وشارع اسكندر ابراهيم برضه نفس القصة يا جماعة، ايه؟ مليء ومليء بالأنشطة التجارية، المطاعم والكافيهات والمحلات بتاعت ملابس وأنشطة تجارية كتيرة أوي. وادي شارع البكبشة العيسوي اهو على ايدينا، ايه؟ على ايدينا اليمين اللي احنا كنا ماشيين فيه، يعني لو كنا استمرينا فيه قلنا هنيجي لحد النقطة دي يا جماعة، ده آخر ايه؟ آخر البكباش العسكري. وبنطلع كده يا جماعه من اسكندر ابراهيم على ايه؟ على جمال عبد الناصر اهو. الاكاديميه كانت هتبقى على شمالنا واحنا خارجين على طول في وش الشارع على طول. كده احنا رايحين على ايه؟ على دوران جهاد. ده دوران جهان اليمين في كنيسة القديسين، وفي وشها في مسجد. تمام،
وده شارع خليل حمادة، يطلعك على ايه؟ يطلعك على الكورنيش اللي هو كنا احنا معديين من على البحر، كان على يمته البنزينة بتاعت مصر البترول. هو ده ايه؟ ده خليل حمادة يا جماعة. اتمنى تكون السلسلة اللي عجبتكم بتاعت مجموعة الفيديوهات دي، خدناها بدون تقطيع من مخرج الكافوري عند برج العرب واسكندرية الصحراوي لحد ما وصلنا النقطة اللي احنا واقفينها دي مع مختلف مختلف شوارع وطرق اسكندرية. نشوف حضراتكم على خير. استأذنكم اللي عجبوا الفيديو اعمل اشتراك في القناة ودوس لايك تفضلا وليس امرا. اللي ما عجبوش الفيديو اكتب لي في التعليقات ما عجبكش الفيديو ليه. ونشوف حضراتكم في فيديو جديد قريبا، ومع السلامة.